التنمية دائما آتية لا ريب فيها، هدية رئاسية لو حبيت تسميها، إخلاص لو حبيت تسميها. طبعا كان عندنا جنوب منسي محافظ البحر الأحمر يا سادة يا كرام يفتتح مشروعات خدمية ويلتقي أهالي ومشايخ شلاتين وحلايب. لما تحب تقولها ده وجهة نظر أنا، يعني نقول إيه شلاتين وحلايب. ليه مش حلايب وشلاتين يا يوسف؟ أقول لحضرتك سيادتك لو بتتحرك من أي محافظة ناحية الجنوب بتمر على إيه الأول؟ تعدي الأول على شلاتين وبعدين تعدي على حلايب، يبقى اسمها ايه؟ شلاتين وحلايب، مش حلايب وشلاتين. اتفقنا؟ تعالوا ناخد معانا على التليفون سياده اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، منورنا جدا قوي خالص يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على الساده المشاهدين جميعا. مساء النور على حضرتك. يعني الله يخليك فندم. حضرتك التقيت اولا افتتحت مشروعات جديده ومشروعات خدميه لخدمه اهالينا في شلاتين، والتقيت بالاهالي والمشايخ هناك. احنا عايزين نعرف اكتر يا فندم على هذا اللقاء، لمست ايه وحضرتك هناك يا فندم؟ خليني الاول حضرتك يعني الاول اقول حاجه مهمه، وحضرتك فعلا في خط السير السليم لاتجاه الجنوب هو احنا بنبتدي بشلاتين. أيوة. وبعديها بننتهي بحلايب في منطقه راس حدربه اللي هي نهايه الحدود بتاعتنا مع السودان. صحيح. لكن انا الحقيقه ابتديت الجوله معكوسه، انا ابتديت الجوله بحلايب. ويمكن كان في بعض المشروعات المهمه جدا في منطقة حلايب، وهي معظمها مشروعات تنموية وخدمية، وكان أهمها بالنسبة لي أنا وكنت مستعجل جدا وكنت بدفع فيها إن احنا ننهيها بسرعة، هي محطة رفع وتحلية مياه الشرب. لأن كان في من ساعة ما استلمت المحافظة كان في دايما مشكلة مياه الشرب في حلايب. الحقيقة المحطة الحمد لله استكملت، ودي كلفت حوالي 260 مليون، وكان منتظر ان هي يعني تستغرق وقت اكتر من كده، لكن الحمد لله احنا دلوقتي بسبب التشغيل يعني. فدي يمكن كانت من اهم المشروعات اللي كانت في حلايب. وبعد كده كان في حوالي 500 وحده سكنيه للتوطين لاهالينا في حلايب. والحقيقه الدوله وقيادة السياسية يمكن ما دخلتش خالص على اهالينا في مدينه حلايب، وعملنا يمكن البدائل العشوائيات ديت بتكلفه يمكن تراوحت من 160 ل 170 مليون جنيه. وديت عاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف، اتعملت بنفس الطراز اللي هم بيعيشوا فيه او هم بيحبوه، اللي هو بيبقى فيه دايما حوش علشان اذا كان عنده حاجات بيربيها او حاجات زي كده. ايوه. ثم منطقه بيبقى له زي منطقه بيستقبل فيها الناس بتاعته، لأن ده الطابع بتاعهم أو الطابع بتاع الأهالي في هذه المنطقة. فال 500 وحدة معمولة، والحقيقة الناس قدت ارتياح جدا لهذه الوحدات، لأن هم كانوا طبعا بيبنوا بشكل عشوائي شوية. برضو عندنا يمكن ميناء الصيد البحري في أبو رماد، وده من المشروعات الكبيرة الحقيقة، واللي يعني هنستفيد منه جدا في موضوع الثروه السمكيه، وايضا موضوع التشغيل بتاع الشباب، لان ده بيوفر حوالي 5000 فرصه عمل. الحقيقه ميناء صيد كبير جدا، وده يخلص ان شاء الله باذن الله، يعني احنا بنقول 75% منه انتهى، والرصيد بتاعه انتهى، والتراكي بتاعت السفن او المراكب انتهت منه، وده ان شاء الله باذن الله يفتتح في يعني قبل ان شاء الله باذن الله نص السنه دي. اما بالنسبه للشلاتين، وده اللي حضرتك يمكن اشرت ليه في البدايه. أيوه. المشايخ انا اتفقت معاهم ان احنا حتى مشايخ حلايب نقعد في الشلاتين، على اساس ان انا كنت عاوز نجلس الجلسه بتاعتنا بقى اللي هي الجلسه العربي، ونفهم إذا كان في لهم مشاكل أو لهم أي متطلبات أو أي حاجة نقدر نلبيها. وأنا دايما بعمل معاهم اجتماعات، حتى لو أنا ما قدرتش إن أنا أطلع الجنوب، فأنا دايما بطلب إن هم شهريا يكونوا موجودين عندي
على الاقل كده مع يعني عضو مجلس النواب اللي مسؤول عن المنطقه اللي هناك، بيجيبهم وبيجوا بنقعد مع بعض ونتناقش في متطلباتهم. وهم عندهم شويه طلبات بسيطه جدا، لان هم كانوا برضو ما كانش اتعمل المخطط التنظيمي لمدينه شلاتين، كان بقاله فتره عملناه وبدانا نشتغل فيه، فعاوزين يعني المخطط دوت ينتهي علشان يعني يبقى فيه نوع من انواع التنظيم للبنى، اذا كانوا هم بيحبوا ان هم يبنوا حاجات فما تخشش على المخطط الجديد بتاع المدينه، وده احنا اتفقنا عليه فعلا وبدانا نشتغل فيه يعني معاهم، وايضا توفير فرص عمل لاولادهم، ودوت هيتوفر من المشروعات اللي هي عاوز اقول لحضرتك عليها اللي احنا في موجوده بقى في شلاتين. احنا برضو رفعنا كفاءة محطة المية اللي كانت موجودة في الشلاتين لثلاث أضعاف، هي كانت بتاخد 3000 متر مكعب يوم، احنا خليناها 9000 متر مكعب يوم، ودي بدأت تشتغل فعل. دي محطة تحلية مية برضو، ويمكن برضو احنا بنعمل أكبر، يعني عاوز أقول لحضرتك يمكن ده أكبر مجزر آلي على مستوى جمهورية مصر العربية، ده خلصناه، وده المحافظة هي اللي يعني بتكلفة من المحافظة نفسها. المجزر دوت يمكن حضرتك مهم جدا لأنه بيستوعب فوق 100 راس ماشية يوم. يعني راس من الجمال ومن الماشية، وطبعا ده مهم لأنه معظم الماشية والجمال بتيجي من منفى السهيل اللي هو بيبقى من حلايب بيخش على المنطقه ديت، في منطقه حجر كبيره جدا لهذا المكان، ثم في محطات للتبريد ومحطات للتقطيع، ثم محطات ايضا لفصل عمليه الجلود، وبعد كده هنبتدي ناخد الجلود ديت ونبعتها لاماكنها للاستفاده منها في القاهره. وكانت من المشاكل برضو بتاعت الناس ان اللحوم ديت توصل بشكل مناسب جدا للاماكن اللي هتوزع عليها مبرده سواء او يعني مجمده بالشكل المناسب. فالحقيقه المجزر ده هيقوم بالمهمه دي بالكامل باذن الله، ده برضو بيوفر فرص عمل كبيره طبعاً جدا طبعاً وكثيره جدا لابناء الشلاتين، ده الى جانب بعض المدارس اللي احنا افتتحناها هناك، ودي كانت من متطلبات الاهالي، ويعني تفقدنا بعض المشروعات اللي هي الاصغر من كده بقى، انا مش عاوز يعني اطول على يعني حضرتك. يعني يعني نيجي شلاتين وحلايب يا سياده اللواء؟ طبعا يعني موافق ان احنا نيجي لحضرتك في شلاتين وحلايب؟ يعني انا اتمنى هذا، اصل انا زمايلي بيمنوا نفسهم ان هم هيطلعوا على الغردقه، فانا قلت لهم انا مش بتاع الزيارات النواعمي الحلوه دي، انا احدفني في مناطق ضرب نار، في مناطق بعيده. دي الزيارات الميدانيه بقى، وسيادتك يعني انا اتمنى ان حضرتك تيجي ونذيع حلقه من الشلاتين ونطلع لحلايب، ثم نستطلع المناطق المجاوره كلها زي حديربه وهكذا، يعني انا جاهز تماما يعني لهذا الموضوع. وحماطه طبعا، وحماطه طبعا، كل دي حضرتك ده المربع، يعني كل الحته دي في سكتنا، يعني كلها هتبقى في سكتنا. اجيب الواد ابني معايا فندم ينور والله، لا ده انا عايز اجيبه يتسحل ويتعرف على بلده بجد، يعني لازم والنبي. انا بشكرك جدا سياده اللواء، والله الف شكر لحضرتك سياده اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر، حقيقي من قلبي يعني من المحافظين المفضلين جدا والمقربين جدا ليا من غير ما نتقبل ولا مره، بس الشغل دايما عنوان. عايز اخد ابني معايا ليه؟ اقول لك عايز اخد ابني معايا علشان يتكحرط على طول كده. والله العظيم ما بهزر، انا وانا اصغر منه رحت سفاجه مع خليل نجيب سفاجه، والله الله يرحمه يا رب. فانا هاخد ابني ونروح نقعد هناك بقى في شلاتين وحلايب. شد حيلك يا عم مالك.